فهميني هلا، يعني انت متاكده انه بده يخطبك؟ شو لكن عم يضحك علي؟ بعدين هو قال لي انه بده يطلع لعند اهلي. لكن مو هيك القصه، بس يعني ياما في شباب بيقول للبنت بحبك وبدي اخطبك، بس مش عم يمشوا شغلات براسهم. ايش شايفتي يا بنت صغيره؟ ما يكون الله، ما لها علاقه بالشغلات هي، صغيره كبيره. طيب فهميني ليش بده اياها تستاجر برا طالما بده يخطبها؟ لك صمدوا المصاري مشان بس تتزوجوا تستاجروا سوا. طب بركي يا ريتا هو يعني مو قدران هلا نتزوج مباشره. لا تنسي انه طلب مني انه يطلع لعند اهلي. ستي الله يهنيكم، والله رح افرح لك من كل قلبي. انا شو رجاء، انت كمان واثقه بماجد؟ هلا واثقه فيه ولا مو واثقه، المهم انه يطلع لعند اهلك ويخطبك رسمي. شو بك رجاء؟ ليش مالك على بعضك انت؟ والله متضايقه كثير. لك سلامه قلبك. شوفي معاملت حازم متغيره معي، ما بعرف صاير هيك كثير ناشف وجدي، لك حتى ما عاد عم يعطيني شغل مثل الاول. بجوز يكون مشغول يا رجاء. لا 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 ما بعتقد انه مشغول، بس هدول العارضات من وقت ما شافهم متغير. هي عارضات؟ لك هدول عارضات الازياء اللي بدنا نتعامل معهم مشان الحفله. انا ما عم بفهم، يعني حاسه انه بده يشغلهم محلك؟ لك شو شغلهم محلها؟ هي بشغلها وهن بشغلهم. او يمكن هيك عم يتناشف معي، بده يعني اترك الشغل انا من حالي بدون ما هو يقول لي.